تحت شعار في فرصة للسبكير، أطلقت منظمة أصدقاء تميم بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية مشروعاً للتوعية بمخاطر المخدرات من خلال جلسات متعددة. بدأنا بالحديث عن الأهلية. الأهلية طبعاً في إلى قسمين، في عنا أهلية الوجوب وأهلية الأداء. في عنا أهلية الأداء الوجوب إلى قسمين، وعندنا أهلية الأداء إلى قسمين. في عنا شيء اسمه عوارض الأهلية. في عنا عوارض أهلية سماوية وفي عنا عوارض أهلية مكتسبة. عوارض الأهلية السماوية التي لا يكون للإنسان يد فيها، عوارض الأهلية المكتسبة هي التي يكون للإنسان يد فيها. عوارض الأهلية السماوية هي 11 عارض، مثلا الجنون، مثلا الصغر، مثلا الرق اللي هو الغير موجود، هي عوارض أهلية سماوية ليس للإنسان دور فيها. أما عوارض الأهلية المكتسبة أحدها مثلا الإكراه، السكر، أحدها السكر. السكر هو المتعلق بموضوع الإدمان، موضوع المخدرات اللي هي محور حديث محور المشروع الذي يقوم عليه يقوم فيه أصدقاء تميم. الهدف تعريف المشاركين بأحكام السكران من وجهة نظر القانوني، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الهدف أيضا جمع معلومات، ورشة عمل، جمع آراء، بناء إجماع حول نقطة كثير هامة اللي هي هل المدمن ضحية أم مجرم. الهدف نحصل من هذه الإجابة على بناء وعي مجتمعي وجماعي لدى الناس لحسن التعامل مع المدمن. هذا المدمن من وجهة نظري أنا، من وجهة نظر كثيرين، إنه هو ضحية. هذا الضحية لازم كلياتنا نساعده ليتخلص من هذا الخطر اللي هو فيه، حتى ما يؤذي نفسه ويؤذي ناسه ويؤذي مجتمعه. يعمل القائمون على الندوات إلى نشر التوعية القانونية والشرعية والصحية والاجتماعية من خطر تحول تعاطي المخدرات إلى ظاهرة تغزو المجتمع، كما يهدف المشروع للدفع نحو تعزيز الدعم والمناصرة لتطبيق إجراءات أكثر فعالية للحد من انتشار المخدرات. هذا المشروع تم التمويل له من الاتحاد الأوروبي، منظمة كيرتس، بالشراكة مع منظمة بنفسج وشبكة صناع الأثر. احنا كمنظمة أصدقاء تميم جهة تنفيذية لهذا المشروع. المشروع هو في عدة أنشطة، نشاط جلسات توعية، يقسم 16 جلسة توعية، جلسات الفرق تطوعية، الأشخاص مؤثرين، مخيمات، مدارس، وأيضا ممكن ندخل على الجامعات في المنطقة. في عندنا أيضا تعليق لوحات طرقية على مداخل المدينة وداخل المدينة. في عندنا أيضا بروشورات تتوزع توعية، وأيضا إن شاء الله راح يكون في عندنا حملة حشد ومناصرة من أجل إنشاء مركز صحي لمعالجة الإدمان في منطقة غصن الزيتون. تعتبر الندوة والجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية فرصة لاحتواء ومنع وتوسع انتشار المخدرات بين الشباب. تهدف الندوة لخلق ونشر الوعي حول مخاطر تعاطي المخدرات وتوجيه الأنظار إلى قضية باتت تؤرق الشمال السوري وتشكل ظاهرة منتشرة بين الشباب تخلق مشاكل اجتماعية ونفسية ضارة بالمجتمع. هادي طاطين، تلفزيون سوريا، مدينة عفرين، ريف حلب الشمالي.